انا اذكر مراد محاورة بيني وبين الشاعر الراحل مستر عصيمي رحمه الله. رحمه الله. اي أيوة والله. يقول مرحبا في محل الجود. طيب طيب. عند حماية التالي نادى والشاعر المجود. سوقنا يغلي الغالي. الله قلت البقى في محل فهود. وانت شاعر على بالي. جيت يا غاية المقصود. طيب طيب. حضر للخيل خيالي. قال طق بالعود راس العود ودلي تضرب الجالي. اقطف العلم قطف ورود مخلط المر بالحالي. قلت يا رجع الامر لابن سعود. التفت شرق وشمالي. عادي الاخر المراد او المحاوره. صح. هذه من ضمن المحاورات اللي كانت قديمه يعني شوي. قديمه يعني كم لها يا ابو؟ والله يمكن هذه لها 20 سنه. ما شاء الله. اي والله من بداياتي في الشعر. أنا بداياتي في الشعر كان أول بداية لي طبعا. كنت ما المحاورة ذي سبحان الله ما يعني ما ودي إني أحضرها.